بسم الله الرحمن الرحيم توك النهارده هتكون على البيزل انسولين ثيرابي ان شيلدرن ويز تايب 1 دايابيتس طبعا الانسولين او الدايابيتس بازل بازل من اول الدوز <applause> لو في اكسرسايز لو في كارب كاونتنج وبكره عليها محاضرتين بيدياتيك نيرس سبيشالست من يو كي ودكتور سوزان الخولي من يو كي وبلاد جلوكوز مونيتورنج فالموضوع it is not that easy طبعا حوالي 5% خمس، طيب 1 دايبيتس بيشكل حوالي 5% من توتال دايبيتك بوبيوليشن uh, طبعا انا دايما البيشنت بيجي لنا بتاع السكر احنا ساعات بنضايقه ونزعله ون... عملش تحليل ليه عمل تحليل ليه ولكن طبعا في حاجات اكستريم يعني في حالات ما تعملش اتش 1 سي فور 7 ييرز فلما نتخيل واحد ما بيعملش اتش بي ون سي فور 7 years يبقى نتخيل هيعمل كل يوم ما بيعملش فدي حاجه اكستريم لازم نخلي بالنا منها لكن بتكلم على يكون في سيمباسي ما بيننا وما بين العيان نبني الصبح نفطر ونتوضى ونصلي وننزل شغلنا طفل اللي عنده سكر بيصحى من النوم يقيس السكر يحسب الكارب يشوف هيدي دوز قد ايه وطول الليل خايفين من نكتورنا الهايبوجلايسيميا سواء ام او اب اب من الابهات بيقول لي انا بنام باخده في حضني وهو نايم بالليل عشان بيجيله له بالليل فلازم يكون في سيمباسي ما بيننا وما بين الدايبيتيك تشيلدرن اند ذير فاميليز او ذير كير وده السيناريو اللي بيحصل يعني نلاقي فوق حوالي 10 حاجات بتتعمل تحت بيبقى 15 16 حاجه بتتعمل ده غير الديوتيز العاديه فلو كانت ام عندها شغل بتسيب الشغل لو كان في حاجه الدنيا ما اتس نوت ذات ايزي طبعا كلنا عارفين الساين سمبتوم والسيفون دايبيس مش هنتكلم فيه عشان ده مش هو ده موضوعنا ده بقى مقدمه للموضوع وتشخيص الفاستنج جلوكوز اكتر من 126 ملغ في ديسيلتر و2 اور بوست برانديد اكتر من 200 او راندوم جلوكوز اكتر من 200 وسمبتومز اوف هايبر جلايسيميا طبعا احنا في سنه 92 في الحقيقه بالتحديد طلع الدي سي سي تي انا بالنسبه لي كان ايه ده احنا بندي توايس بير داي بالعافيه وبنخلط الأكترابيد مع الان بي اتش بصعوبه ونحسب تلت وتلتين ازاي هندي ثلاث ثلاث مرات في اليوم وازاي هنعمل اربع مرات في اليوم قصه ما كانتش سهله ولكن في الحقيقه هو ده اللي حصل وحصل تشينج دراماتيك طبعا في دي قال ايه؟ قال ال اتش بي 1 سي جولد ستاندرد فور اسيسنج كنترول لكن ليه ليميتيشنز في الحقيقه ما هواش حاجه يعني جاست اتش بي 1 سي اللي هو بيتعمل مره كل سبع سنين لو اتعمل فدي كانت حاجه يعني اود من سنه سنتين،, سنتين ثلاث سنين بتالينو بتالينو ده مش عايز اقول اوروبا الشرقيه لكن هو يوغوسلافيا السابقه حاجه كده يعني بس عاملين شغل كويس قوي في الحقيقه يعني في التكنولوجي بالذات بتاع الدايبيتس بداوا يكلموا على ترمينولوجي جديد اسمه تايم رينج تايم رينج يعني الوقت اللي الطفل سكره بيبقى فيه ايه من 70 ل 80 على مدى ال 24 ساعة. والأوبتيمم 70%، يعني 70% يعني 16 ساعة و 60 50 دقيقة تقريباً أقل من 17 ساعة. طبعاً لو شفنا الفرق ما بين الاتنين الـ DCCT اللي هو الـ Intensive Treatment with Insulin والـ 1 c هنا و Conventional اللي هو بتاخد مرتين في اليوم الكونفنشنال ال او العادي بيبقى تسعه والانتنسيف بيوصل في الحقيقه لسبعه والدنيا فيري كلير كيرف دوت اللي فوق واللي تحت. طبعا لما بدانا نتكلم في الانتنسف انسولين ثيرابي او ال او الانتنسيف تريتمنت بيقلل المايكرو كومبليكيشن بيقللها ايه؟ من اول 34% للكيدني ديزيز و 69% للنرف او البيرفان نيوروباثي او نرف دامج وبيقللها بنسبه 76% لو للآي Manifestation او Diabetic Retinopathy وبيقللها بنسبه 41% للماكرو فاسكولار كومبليكيشنز فموضوع يعني طبعا حاجه يعني ميجور وتستاهل كل هذا العناء وهذا التعب وهذا المجهود طبعا لو احنا شفنا البلاك جلوكوز هنا اللي هو بيتقاس اربع مرات في اليوم وده مش وحش الناس ما بيقيسوش خالص نقول ايه؟ Normal blood glucose value لان هو من 70 الى 180 وده التارجت بتاعنا. لكن لما نيجي نقيس بقى البلد جلوكوز على مدى ال 24 ساعه كل خمس دقائق او كل ربع ساعه او كل ساعه او او هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندنا حاجتين. Hypoglycemia. نكتورنال هايبوغليسيميا اندتيكت اندتيكتد، وهايبرغليسيميا برضه اندتيكتد وموستلي بوست. sometimes postprandial فطبعا لما بنقيس كات اوف بوينتس هو بالظبط واحد بياخد شوتس سكرين شوتس وواحد مشغل بكاميرا فيديو شوتس بيشوف الشوتس لكن كاميرا الفيديو بتورينا الحقيقه والواقع اللي هو ايه بيحصل في الحقيقه ده التايم رينج اللي هو uh, 70% من 70 ل 180 وان الهايبوجلايسيميا تكون اقل من 5% uh, 4% والسيفير هايبوجلايسيميا اللي هي اقل من 54 تكون اقل من 1%. والهايبوجليسيميا اكثر من 180 اقل من 25 واكثر من 250 تكون اقل من 5% وده كله بيترجم في الحقيقه لساعات لما نضرب ال 70% في ال 24 ساعه 16 ساعه وكذا دقيقه وال 25% في المية هيطلع 6 ساعات وهكذا طبعا ده شكل سي جي ام وبيتحط كل 7 ايام كل 14 نوع حسب النوع بتاعه هو عن بيسجل كل خمس دقائق، كل خمس دقائق يعني يعني في الساعة 12 مرة في الساعة، لما نقلب 12 مرة في الساعة في 24 ساعة ب 288 قراية يوميا. احنا بنتكلم على الإثبات بيتكلم على 6 ل 10 مرات في اليوم وبنتكلم ناس ما بيقيسوش خالص، فده بيقيس 288. وده بيقيس في الانترستيشال فلويد، ومن 2019 بدا يبقى يبقى يعتبر حد حاجه من بيزك ستاندرد الامريكان دايبيتك اسوسيشن ل كونتينوس جلوكوز مونيتورنج كون اوف لاينز اوف مانجمنت اوف تايب 1 دايبيتس طبعا هو نسبيا لو كوست مش انفيزيف افوردابل عن كونتينوس تي جي ام سي جي ام اعلى بكتير او اغلى بكتير وبيستخدم كتير واهميته اهميه قصوى لان المونيتورنج لا يقل اهميه عن الانسون ثيرابي في الحقيقه وبيحسن اتش بي 1 سي وبيحسن تايم ان رينج واحنا بنفهم بالظبط ايه اللي بيحصل طبعا اهم كومبليكيشن الاكيوت كومبليكيشن حاجتين هم دي كي اي والهايبو جلايسيميا الهايبو جلايسيميا ثلاث مستويات ليفل مست... 1 اقل من 70 مللي جرام بي دي سي ليتر لكن ما فيش سيمتومز ليفل 2 اقل من 54 سيمتوماتيك لكن ممكن هو يعالج نفسه واعي ومصحصح وممكن يعمل cognitive function is intact level 3 cognitive function is impaired فلازم يستعين بحد تاني او عنده كوما او عنده سيزرز او هيز كونفولسينج فدي التلاته ليفلز بتوع الهايبوجلايسيميا كاكست كومبليكيشن بتاعه الدايبتز لو جينا فكرنا الافكت اوف هايبوجليسيميا على البادي هنلاقي اول حاجه البرين واحد كوجنيتيف فانكشن بيأثر عليها اثنين بيعمل امبيرمنت للميموري ثلاثة ممكن يعمل كونفالجنس وممكن يعمل كوما وفي الحقيقة ساعات الهايبوجليسيميا بتعمل حاجة بنسميها ديد امبد بس دي أصلا بتشوفها في الأدلت الماسكولوسكليتال ممكن يقع يحصل فراكشرز في البون ممكن يحصل ديسلوكيشنز ممكن يح لو كان بيسوق ممكن يحصل اي اكسدنت والهارت بيعمل مايكاردال انفاركشن وممكن يعمل اريزميا والسيركوليشن بيعمل انفلاميشن والبلاد بيعمل uh, مشاكل في الهيموداينامكس والاندستريال ديسفانكشن طبعا في عندنا حاجه مهمه اسمها هايبوجلايسيميا ان اويرنس يعني هايبوجلايسيميا ان اويرنس الواحد ما بيبقاش حاسس ان هو عنده هايبوجلايسيميا يعني هايبوجلايسيميا موجوده لكن ما حدش حاسس بيها هي كان نوت بيرسيف ذا سيمتومز هي كان نوت سنس ذا سيمتومز ودي موجوده في 40% اوف بيشنت ويز تايب 1 دايابيتس سببها ان الابينفرين ريليز ما بيحصلش فما فيش سيمتومز بتتحس الريسك فاكتورز طبعا عندنا ال major lipoglycemia and awareness duration بتاع الديزيز هو اتعود على كده والجسم اتعود على كده. ال chronic complications بتاع type 1 diabetes من اول diabetic uh, retinopathy وبتؤدي الى blindness. Nephropathy, renal failure, neuropathy, amputation. Neuropathy مشاعر بسوء عربيه. مش هيعرف يدوس على الفرامل، مش هيعرف يدوس على يعني مأساة. نفروباسي دايلسيس او ترانسبليانتيشن ويتنوباسي بلايند فماسي لا يعلمها الا الله ما بنحبش نتكلم عليها عشان ما نضايقش البيشنت بتوعنا بالذات يعني الدنيا بتبقى صعبة جدا ولكن هو ده الواقع وهي دي الحقيقة. عندنا بقى المايكرو كومبليكيشنز لارج فيزلز سواء على الكرونري ارتي ديزيز او البريفيرال البريفيرال البريفير ارتيز طبعا يعني ممكن بيحصل زياده ريسك بالامبيوتيشن والستروكس سيربرال ستروكس ممكن انها تحصل في حالات المايكرو كومبليكيشن طبعا الكرونري آرتي ديزيز حاجه من الحاجات المهمه اللي ممكن تؤدي الى دس، فكلها حاجات يعني ما هي از نوت ذات ايزي طبعا دايما الجدول ده دا بحب نتكلم فيه لان الاسباب ببساطه كده الجدول الثاني اللي في النص ليش بنستخدم كل من سبعه دي الاوبجكتس بتاعتنا والبري اللي هو الفاستنج من 70 ل 130 والبوست ميل من 90 ل 180 والبري بيد من 80 ل 140 واحنا كلنا بنفضل ان هو يكون اكثر من 100 عشان ما يحصلش نكتون هايبوجليسيميا لكن الحاجات دي كلها شود بي اندفيدوالايزد ودي شود نوت انها تعمل اي باردن ان يزيد معدل حدوث الهايبوجليسيميا يعني كل واحد غير الثاني وان احنا مش هنزود حدوث الهايبوجليسيميا هو يعني نكون إنتلجنت في الباكتس بتاعنا عشان الدنيا ما تزدادش صعوبه. طبعا في فاكتورز بتعمل الهايبوجليسيميا وهم لغايه دلوقتي 42 فاكتور. وطبعا باي تايم كل شويه يطلع حاجات تانية جديده من اول زياده الـ يعني 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 من في ميديكيشنز حاجات بتزود حاجات بتقلل الفود الكارب الزياده الفات البروتين لو في ديهايدريشن وفي طبعا حاجات انفيرومنتال وبيولوجيكال uh, يعني واحد ما بينامش كويس دون فينومينا بتزود فدي الحاجات اللي اللي هم 42 حاجه اللي بيزود سهم اللي فوق واللي بيعمل ديكريز السهم اللي تحت الاسترويدز بتزود على سبيل المثال ازاي الانسولين بيشتغل؟ الانسولين بيشتغل هو في عندنا سل والسل ليها زي كي والكي ده هو المفتاح لو ما فيش انسولين الجلوكوز ما بيخشش جوه السل فبيحصل هايبرجلايسيميا بالسيمتومز ده لو في انسولين السل بتفتح وجلوكوز بيخش وبيشتغل كانرجي للبادي وبيتكون الاي تي بيز وهكذا فالدنيا بتمشي سموس من غير هايبرجلايسيميا ومن غير دي الكارب كاونتنج مهم عشان ان هو السورس بتاع احنا وي don't believe in ketogenic diet and تايب 1 diabetes children ولا في الـ children اساسا ودي حاجه يعني في ناس بيستخدموها بس اوف ليفل وكلام مش لوجيك هو الطفل بيحتاج كارب عشان الجروس طبعا حاجه مهمه ان يكون الـ الـ الكارب يكون ريتش ان فيتامينز مينرالز سورسز طبعا سواء سولبل او insoluble فايبرز وناتشرالي لو انساتوريتد فات ذا كارب الدوزنج طبعا طبعا مع الميل تايم الدوز بتبقى بتحسب حسب الكارب اللي بيتاخد والكارنت بلاك جلوكوز والفيزيكال اكتيفيتي زي ما دكتور اشرف متكلم النهارده انا حاولت اخليك يعني يغطي لنا ثلاث مواضيع في خلال نص ساعه او ثلث ساعه الحمد لله ان هو نجح ان هو يعملهم لان يعني ما هيش الدوز مش ثابته الدوز الصبح غير هيضر بالليل وهو لو بيلعب غير لو ما بيلعبش لو عيان لو مش عيان غير لو مش عيان في المدرسه حاجه وبره المدرسه حاجه تانية لو انا جيت دي امثله للحاجات اللي بتعمل ليستنج فيري سيمبل يعني اسهل من الحاجات اللي قالتها الدكتور ياسمين ودكتورة سناء يوسف ودكتور هانيا نص يعني كاب اوف ميلك 15 جرام نص كف بوتيتو او كورن او بيز برضو 15 تلت كب كوك رايس او باستا او وان سلايس اوف بريد برضو 15 ولو طبعا ال كب اوف كانتالوب برضو 15 فالحاجات دي كلها حاجات فيري سيمبل هو 15 ايه ايه اللون بتاعتنا هي إيه دي اللون بتاعتنا اللي احنا بنشتغل على اساسها طبعا اي حاجه بتتعمل ايا كان الانسولين second generation first generation حاجات في الفيوتشر وات ايفر اللي بيحصل رابيد اكتنج شورت اكتنج الترا رابيد دي كلها حاجات بنحاول ان uh, احنا نماثل الانسولين البشري هو الانسولين البشري بيحصل ايه؟ جلوكوز الواحد بياكل جلوكوز بيخش فبيطلع انسولين ايميديتلي ما بيستناش بربع ساعه ونص ساعه وثلث ساعه وامتى وازاي مش <applause> كلام مش لوجيك فمحاوله انسول محاوله حاجه تبقى مماثله للهيومن body ولكن طبعا مش هيحصل الانسولين ثيرابي تراديشنال رابيد اكتنج انالوج مع كل ميل والبيزل والتوتال ديلي دوز من 0.5 ل 1 وممكن في البيوبرتي ممكن يبقى 2 يونت بري جي بير داي وتقريبا 50% عشان نسهل بيزل و50% عشان نسهل بوزلس او برانديال او مع الميلز لو انا جيت اقول البيزل انسولين في التايب 1 بيعمل ايه؟ هل هو بيخلي بلا جلوكوز نسبته كويسه during fasting between meals ولا هو بيخلي البلاد جلوكوز secretion من الليفر controlled ولا بيخلي blood جلوكوز levels during sleep او overnight ثابت ولا بيخلي constant blood glucose level for the cell metabolism والإنرجي all through the day. طبعا يعني أربع حاجات بيلخصوا الأكشن of بيزل إنسولين. هما كل أول أوف ذا بعض. طبعا عندنا لما نشخص يعني فاكر زمان من الثمانينات حد بيقول له ايش اسم عندنا دكتور حمزة بيقول له سكره 200 قال لازم المستشفى قال لي قالوا لو سمع هيخش بغيبوبه قسم بالذات لازم ايميديت لاين اوف مانجمنت ونحن نوصل نورمال جلايسيميا عشان يبقى في نورمال جوس ونورمال ديفلوبمنت يعني لما يجي لي طفل سكر اتش بي 1 سي بتاعه 12 وجاي يقول بابا بيقول انا شورت وعايز ياخد بامب فطبعا نعمل كنترول أول للدايبيتس وبعد كده نبدا نفكر في الحاجات الاكسترا وطبعا حاجه مهمه كواليتي اوف لايف تبقى كويسه واللو ريسك لل acute and long term complications. طبعا دي انواع رابد اكتنج انالوبس مش هتكلم عليها uh, لكن طبعا ابدا من ست سنين ودوت البيزل انسولين واحنا النهارده بنتكلم على توجير اللي هو 300 وده ابروفد من ست سنين في مصر واوروبا والاف دي اي. واللانتوس طبعا برضه من ست سنين في امريكا لكن في مصر واوروبا مساكين. لو انا جيت شفت التحاليل بتاع السكر ديت للبيشنت دوت هنلاقي ايه؟ قبل البريكفاست 220. ثاني يوم قبل البريكفاست 55 قبل اللانش 190 175 240 بري دينر 300 و230 وعندي 150. ده معناه ايه ده معناه السكر التارجت بتاعنا بري ميلز من 70 ل 130 هدول كلهم عاليين ده معناه المفروض ان احنا نعمل ايه هل نغير البراند الانسولين ولا نغير البيزل انسولين ولا تو افويد السناكس؟ اللي بيشتغل طبعا على الفاستنج جلوكوز هو البيزل واللي بيشتغل على البري كله هو البيزل فالبيزل هو اللي محتاج يتظبط لما نبص على التحاليل كده وننظمها كده قدام عينينا هنلاقي الدنيا مش صعبه طبعا لما البيزل زاد لقينا في اليوم اللي بعده الفاستنج 150 هو من 70 ل 130 ثاني يوم 65 يعني اقل من 70 يعني هاي ثالث يوم 105 فطبعا ستيل دايليما وستيل والمين بتاعنا 100 يعني المين لو جمعناهم يطلعوا 107 واقل حاجه 65 زي ما قلنا. It is dilemma لان عندنا ستيل عالي هايبر ساعات يبقى نورمال وساعات ايه هايبر محتاجين نقلل طبعا عشان ندور على نوع من انواع الانسولين بيزا الانسولين ان هو يبقى هاو افكتيف لازم نشوف يبقى نشوف الافكاسي ونشوف هل سيف ولا مش سيف regarding the hypoglycemia will predictability هل كان how much can we predict glucose lowering action will هل flexible ولا مش flexible will convenient the ولا لا حاجه بالنسبه لهم الحاجات ان هو يكون once per day وما نحتاجش قبل ان هو يكون مرتين على سبيل المثال هنيجي نتكلم على بنوته البنوته عندها سبع سنين اسمها يارا uh, سبعة اشهر اللي فاتوا اتشخصت وستاي 1 دايبيتس والريسبونس بتاعها 10

رابد اكتنج انالوج 3 يونت وذ ميلز وجراجين 100 كان 8 يونت في المورنينج انا دايما طبعا بحب اخليه في الايفنينج بس ما علينا بس هو وانس بير داي لكن ما زال عندنا ريكارنت نوكتورنال اند ويكنج هايبو جلايسيم وقعت اعمل هوسبيتال ادميشن عشان حاجتين جاسترو انترايتس وكومبليكيتد باي كيتوز نعمل ايه؟ هل نعمل سويتشنج للبيزا انسولين ولا نعمل سويتشينج من الام دي او مالتيبل ديلي انسلين ثيرابي تو انسولين بام ولا نعمل حط فلاش جلوكوز مونيتورينج ولا سي جي ام ولا نعمل ايديوكيشن ريغاردينج الكارب كاونتينج ول دوز اوف انسولين دكتور هش اشا وفي لا أنا لا عايز أرش عشان أرش صار صار شيء يعني دلوقتي عندي أربع حاجات يعني عندي أربع حاجات عندي لو رجعنا لو رجعنا للحالة هنلاقي عندنا البروجلوكوزمتي الـ45 والـHB1 96 نعم البيزا الواحد إيه كمان؟ يس إيه كمان؟ يس سي جي ام ايه كمان سيمبلي يس هو تيفر ريدنجز الديلي ريدنجز مش كفايه ده انا محتاج اشتغل على البيزل واحد اثنين سويتشنج ليمي دي اي ممكن لانسلين بامب كونتينوس او فلاش او سي جي ام ونعمل نظبط الكارب كاونتينج ونعلمهم ايه هو كارب كاونتينج والدنيا سهله من انا شفت ناس بتعلمهم اول مره ناس بتعلمهم الثانيه ما حدش بعد الثالثه ابسط حاجه تانية في هو تيفر الايدوكيشن ليفل هو تيفر الدماغ عامله ازاي ما كلهم بيمسكوا موبايلات وبيلعبوا الموبايلات طبعا الهايبوجليسيميا طبعا حاجه من الحاجات المهمه وكلنا تارجتنج الهايبوجليسيميا عشان عشان السيريس بتاعتها وعشان الريسك فاكتورز بتاع الهايبوجليسيميا وان احنا نحسن الاتش بي 1 سي بس برضه ما نضغطش ان احنا نزود الهايبوجليسيميا وان السكر ما يقلش عن 54 وما يحصلش كوجنيتيف امبيرمنت ولا يحصل كوما ولا يحصل سيزرز. طب الاوبجيكتيفز ان احنا ندور على بيز انسولين ان احنا نعمل جلايسيميك كنترول ويكون افيكاسي عاليه وبريدكتابيلتي وان هو لو ريسك اوف وان هو يكون سيمبل وطبعا لازم الفارماكوينيتكس يكون تكون حاجه من الحاجات اللي هي وان هو يعمل لو فاريابيلتي لو مش طالع نازل طالع نازل طالع نازل ما يبقاش فيه فاريشنز جامده في, في تحليل السكر ويبقى فيه فلات او بلاتو اكشن ما يبقاش يعني بر يعني يعني او نير بلاتو ويقدر عمل سويتشنج على جي ال 300 اللي هو ال 2 وتحط على فلاش ولقينا في نوكتونال هايبوجلايسيمي وان الفاستنج برانديال كان ساب نورمال ولما تحول 300 والفاستنج بقى سبيل ل 130 فبقى نورمال فبقى ان رينج وجيلي دوز كانت مظبوطه عشان فاستنج في قاعده بنقولها فيكس فاستنج فيرست الفاستنج بقى مظبوط معناها 99% ان كل البري ميلز مظبوطه وجي ليه بقت 4 يونيت وعملنا اديوكيشن لكارب كاونتنج والاتش 1 وان سي وصل من 9 ومن 10 و4 لغايه 7 و4 في الحقيقه هم بيوصلوا في وقت مش طويل يعني في اول وقت انا كان عندي حاله من الحالات قلت اشوف الفرق انا كنت معجب جدا بالبامب وما زلت معجب بالبامب يعني كان لان لقيت الاتش بي سي بينزل من مثلا من 12 ل 7 7 ونص فانا جيت عملت same education same teaching للبيشنت لاول بيشنت يجي عندي ال بي 1 سي نازل نفس الليفل فالنقطه نقطه تريننج وتيتشنج وحسابات تتعمل طبعا زي ما قلنا ان يحصل جلايسيميا كنترول والبريدكتابيلتي ولور اهم حاجه الهايبوجلايسيميا وطبعا الجي ال 300 اللي هو كان هو ايه اقرب حاجه تو ماتش طبعا ال بي 1 سي طبعا لازم يكون اقل من 70 اقل أه من سبعه اسف وسبعه دي تماثل حوالي 150 مللي جرام لان كل فاليو ليها سبعه سبعة، 150 لو ثمانيه يعني وهكذا ونتعمل سكريننج كل خمس سنين بعد التشخيص او لو طيبتوا 2 ساعه الدايجنوز صح ولا غلط موافق؟ موافقين ليه لان احنا مش عارفين تايب 2 ده سكر ده له قد ايه عنده سكر لكن تايب 1 احنا بنكون عارفين ان شورت تايم بالنسبه لتايب 2 والمايكرو فاسكولار كومبليكيشن المايكرو بروتينوريا وعندنا دايت اي جزام عشان الفاندس ودايت كاتينوباسي نيوجي زي ميش تعمل طبعا كل 50 بعد الدياجنوز وتي اس اتش كل سنه لسنتين طبعا مع كل التكنولوجيا بتعمل كل حاجه بتتعمل لقينا ايه H1C7 H1C7 كلهم reporting some sort of hypoglycemia فضلت challenge whatever level بتاع ال H1C وال DKA في المانيا no improvement في الانسس بتاع DKA من سنه 95 ل 2015 يعني في اكثر من 20 سنه تقريبا no improvement في DKA طبعا الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس ان هو ال 300 دوت الفوليوم قليل والبيرنينج سنسيشن اقل وسمبل دوز ونفس الدوز هي هي يعني نفس اليونتس وبيقل الريسك بتاع الهايبوجلايسيميا والبيك بتاعه بنقول لو بيك اوف اكشن وبيقل الويت جيم بتاعه قليل وبيحسن الكواليتي اوف لايف ودوت ادي الفوليوم هنا تلت الـ تلت الـ هنا نفس الكلام ونفس المولوكيول في الحقيقه يعني طبعا الجي ال 300 ستيبل ولونج ديشن اكشن وساعات بيبقى اكثر من 24 ساعه لكن البيرنج سنسيشن في الحقيقه اللي انا شايفه انها كانت ريبورتد اقل من الجي ال 100 طبعا يعني من سنتين, سنتين, سنتين 2019 2020 طلع حاجه اسمها اديشن جونيور اديشن جونيور ديت خدوا دايبيتك تشيلدرن تايب 1 دايبيتس من 6 سنين ل 17 سنه ماشيين على بيزل انسولين وليش وان سي بتاعهم اكتر من 7 ونص وما كانش في ما كانوش بياخدوا ميكس انسولين اخر 3 اشهر وما كانوش على بامب وقعدوا يشوفوا البرايمري اند بوينتس والسكند اند بوينتس البرايمري اند بوينتس كانت ليش وان سي والسكندري

يعني نون انفيريور از جود از يعني الاثنين زي بعض هم الخواجات يعني يعني طموحاتهم منطقيه فما بيطلبوش حاجات خياليه هم كانوا بيشوفوا نون انفيريور نون انفيريور يعني از جود از يعني حلو زي اللي قبليه عشان ينجحوا فهم وصلوا اللي هم عايزينه بس في حاجتين مهمين جدا حصلوا اول حاجه حصلت ان حصل ريدكشن للسيفير هايبوجلايسيميا

طبعا هم وصلوا كونكلوجن الاثنين نان انفيريور او از جود از وسيميلار سيفتي بروفايل وسيميلار اكشن بس لكن لكن less incidence اوف hypoglycemia severe hypoglycemia ان زي ما قلنا 32% هايبوغليسيميا واقل من 46% بالنسبه لهايبوغليسيميا وسكيتوز. وده الابروب بتاع ال اف دي اي ست سنين في اكثر ومصر ست سنين في اكثر ده ال اف دي اي والاما طبعا هي بازل اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده أه ولكن طبعا دي الادفانتج بتاع البيزل انسولين جي ل 300 اللي هو التوجيو ومع ان الاثنين سواء ال 300 او ال 100 اسيدك ففي ال 300 البيرنينج سيسيشنز يعني انا مره حد بيقول لي تج... على ال... على اللانتوس بيلسعني بنت بتقول بيلسع بنت 300 ما سمعتش هذا اللفظ كلمه بيلسع ما سمعتش عشان الكونسنتريشن عشان عشان لكن هو دوت الواقع اللي حصل. انسولين طبعا ما هوش كيور لكن بت اور children الايف لغايه لما نلاقي لاين اوف مانجمنت للديابيتس. الف, الف 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 شكرا انا كده خلصت قبل الميعاد ب 15 ثانيه ودي المستشفى اللي بتشعر بالانتماء اليها فالحمد لله يعني ان الوقت كان شكرا مضح. شكرا جزيلا دكتور سامح ومن بنشكرك على المحاضره وبنشكرك على الدعوه الكريمه وبالتوفيق دايما بعد ما حضرتك اتكلمت على اللونج اكتنج بيزل انالوجز هتكلمنا برضو دلوقتي على الرابد اكتنج انالوج تفضل احمد بعدها